مساء الخير على حضراتكم، أهلا بكم معنا يوم جديد من الحياة. اليوم حلقة بداية الأسبوع، بنتابع مع حضراتكم أهم الأخبار. لكن قبل أي كلام وقبل أي أخبار ونتابع تفاصيلها، يعني لازم بكل تأكيد يعني دعانا وتحيتنا لمنتخبنا الوطني لكرة اليد، طبعا بعد مشوار مهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وإن شاء الله يتوج بالنجاح وبأنه يعني يحصل على البطولة بإذن الله في المباراة اللي شغالة حالا دلوقتي مع المنتخب الجزائري. طبعا دي التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس، والحقيقة منتخبنا الوطني لكرة اليد صاحب يعني ملف في الإنجازات وفي البطولات، إن شاء الله يفرح مصر كلها ويحصل على البطولة إن شاء الله. والشوط الثاني دلوقتي شغال زي بقول لحضراتكم، والنتيجة لغاية دلوقتي 19-13 لمنتخبنا الوطني. كل الدعم وكل الأمنيات والتوفيق لمنتخبنا بإذن الله، ويفرحنا في كرة اليد وعبال كرة القدم. وبكرة إن شاء الله المباراة المنتظرة مع الكونغو، ربنا يوفقه إن شاء الله. طيب عشان كده النهاردة احنا معنا فقرة مهمة عن منتخبنا لكرة اليد، وازاي ياخد حظه كمان من إلقاء الضوء عليه وتكريمه، هو صاحب بطولات وأرقام يعني حققها في مشوار طبعا البطولات سواء الدولية أو المحلية. فإن شاء الله هيبقى معنا النهاردة كابتن أحمد العطار، كابتن منتخب مصر السابق طبعا في كرة اليد، وهنتكلم عن هذا الملف إن شاء الله بالتفصيل في فقرتنا الثانية. أما فقرتنا الأولى النهاردة ده هنتكلم فيها عن مشروع قانون مهم موجود حاليا في مجلس النواب، مشروع متعلق بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لهيئة اقتصادية. فهنناقش فقرتنا إن شاء الله فلسفة أو أهمية هذا المشروع وبنوده، وإزاي هيؤدي زي ما هو منتظر تعظيم استفادة مصر من ثروتنا المعدنية. ده إن شاء الله هيكون في فقرتنا الأولى، وهيشرفنا فيها سيادة النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهو اللي مقدم مشروع القانون. وكمان هيكون معانا سيادة النائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. نبتدي بقى أخبارنا وملفاتنا، وبطبيعة الحال الملف الأهم اللي يعني بكل تأكيد احنا باصين عليه بشكل يومي، بنشوف تطورات الأوضاع اللي ما زالت طبعا مؤسفة بشكل كبير في قطاع غزة، والوضع الميداني على الأرض، واللي بيحصل طبعا المعارك الضارية في خان يونس، والموقف دلوقتي بالنسبة لرفح الفلسطينية. عشان كده لما نتكلم على جرائم الإبادة الجماعية، وإنه سلاح الجوع والعطش هو سلاح بيستخدمه الكيان الصهيوني ضد طبعا المدنيين في قطاع غزة، وبالتالي كل هذه الجرائم بقت مكشوفة الحقيقة أمام الرأي العام الدولي، وأدت لتحريك زي ما تابعنا طبعا جنوب أفريقيا للدعوة المقامة أمام محكمة العدل الدولية، واللي كان امبارح طبعا القرار المنتظر. الحقيقة القرار ده يعني تبينت ردود الأفعال بخصوصه، يعني في اللي شاف ان هو قرار ايجابي بشكل كبير وهيحرك المسائل، وفي شاف انه قرار منقوص او ما كانش كان لازم يكون في اليات لالزام الجانب الاسرائيلي بوقف هذه المجازر، وان يكون في تدابير حاسمه للحفاظ على حياه المدنيين. ما بين الاراء اللي شايفه كده او كده هنتكلم في فقرتنا الرئيسيه النهارده، لكن خلونا نقول العنوان اللي انتهت ليه محكمة العدل الدولية امبارح. امبارح طلبت محكمة العدل بضرورة اتخاذ عدد من التدابير المؤقتة الفورية من قبل طبعا الجانب الإسرائيلي، اللي الهدف منها توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وأهمها أن إسرائيل تتوقف عن ارتكاب الجرائم، جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف طبعا تدمير حياتهم بشكل عام. بالإضافة إن محكمة طلبة يعني كانت إسرائيل رفع دعوة علشان توقف المسألة دي كلها، فمحكمة العدل الدولية رفضت هذه الدعوة الإسرائيلية. مصر الحقيقة طلعت بيان بترحب بدور محكمة العدل الدولية والقرارات اللي اتخذتها بخصوص مثلا اللي هي التدابير المؤقتة اللي الهدف منها حماية حياة المدنيين، لكن مصر في بيانها قالت انها كانت بتأمل ان محكمة العدل الدولية يعني تطلع قرار من شأنه وقف
الحرب على قطاع غزة، علشان التدابير اللي بيتكلموا عليها يكون ليها محل، يكون ليها موضع من التطبيق. يعني بنتكلم على تدابير علشان تحمي حياة المدنيين، وانت في نفس الوقت آلة القتل والدمار شغالة، والتعنت في مسألة المساعدات الإنسانية مازال موجود، فعلى أي أساس هذا الكلام؟ من ناحية تانية عندك الاتحاد الأوروبي طلع بيان وأكد فيه ترحيبه بقرارات محكمة العدل الدولية ودعمه الكامل طبعا لمسألة التدابير اللي على إسرائيل اتخاذها. أمين العام للأمم المتحدة برضو رحب بقرارات محكمة العدل الدولية، لكن في عندنا شيء مهم أو نقدر إن احنا نبني عليه، إن هذه القرارات هيتم حلتها لمجلس الأمن. المنتظر زي ما عرفنا كده من الأخبار إنه هيكون في اجتماع لمجلس الأمن يوم الأربعاء اللي جاي، عشان القرارات دي تكون قرارات ملزمة للجانب الإسرائيلي، مع علامة استفهام طبعا كبيرة وتخوف يعني وقع على الأرض من استخدام الفيتو الأمريكي. على كل الأحوال الملف ده خلونا نتابع مع حضراتكم تفاصيله ونناقش أهمية طبعا هذه القرارات ومعناها كمان. بس الأول خلوني أرحب بالدكتورة نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي العام، وهي طبعا موجودة في لاهاي ومقر طبعا انعقاد محكمة العدل الدولية، وعندها تفاصيل وكواليس ما جرى. أهلا وسهلا بحضرتك معالي السفيرة. أهلا وسهلا بيك معالي السفيرة. يعني يا ريت حضرتك توضح لنا إيه اللي حصل في محكمة العدل الدولية امبارح، ورأي حضرتك في هذه القرارات وشايفاها إزاي، يعني تعليق حضرتك عليها. مبدئيا هو أقدر أقول إن الجلسة أمس كانت جلسة تاريخية بلا شك بكل أبعادها، والسبب إنه اتفضلي يا فندم. الغالبية الساحقة للقضاة من المحكمة أيدوا ما خرجت به المحكمة. بلا شك زي ما تفضلتي في البداية إنه لم يأتي القرار أو يتطرق إلى وقف إطلاق النار، ولكن كافة التدابير الاحترازية اللي انتهت إلى المحكمة بشكل مبدئي تشير في فحواها بضرورة وقف العمليات العسكرية. القرار اللي طلعته المحكمة لأول مرة في التاريخ قرار ملزم، نحن لا نحتاج الذهاب لمجلس الأمن لإلزامه، ولكن الذهاب لمجلس الأمن هو لتفعيل القرار. معلش أفهم من حضرتك إزاي هو ملزم، إيه شكل الإلزامية؟ تفضل. إحنا المحكمة خرج منها قبل ذلك رأي استشاري في موضوع الجدار العاجل. الرأي الاستشاري هو مجرد رأي استشاري، طبعا رأي له أهمية قانونية، ولكن حتى من الكلمة استشاري، لأن هو أجهزة الأمم المتحدة تستشير محكمة العدل الدولية في بعض الأمور القانونية لأنها ستضيف إليها جديد في عملها. تمام. إنما المرة دي دعوة رفعها دولة ضد دولة، هي جنوب افريقيا رفعت دعوه ضد اسرائيل في اطار اتفاقيه منع جريمه الاباده الجماعيه. تمام. فبالتالي هنا الامر الذي خرج بالامس هو امر ملزم قانونا وليس استشاريا. الفرق هنا لما بنقول ليه مجلس الامن، ان في فرق ما بين قانون، المحكمه بتطلع قانون لكن في تفعيل حتى في القضاء الداخلي. انا هاخد قرار من محكمه داخليه لكن بتجه الى جهات التنفيذ للتنفيذ. من الممكن انه يعطل التنفيذ في مجلس الامن يا فندم باستخدام الفيتو الامريكي مع لا. المخاوف بده؟ لا، هو القرار ملزم في حد ذاته. تمام. ولكن الضغط السياسي من قبل مجلس الامن هام. إن لم يصدر وفشل عن مجلس الأمن عن إصدار قرار من المجلس لتفعيل الحكم في الناحية التنفيذية، هذا لا يقلل من شأن الحكم من الناحية الإلزامية، وأن على إسرائيل خلال شهر أن تقدم تقرير للمحكمة حول التطورات في الموضوع وكيف نفذت الأعمال المنصوص عليها. اللي هو إزاي بقى يا معالي السفيرة؟ يعني إيه هي التدابير ويتم الإعلام بيها؟ تمام. التدابير هم تركيزهم في أربع تدابير. الأولى هو
الامتناع عن اي اعمال من المنصوص عليها في الاتفاقيه الدوليه لمنع جريمه الاباده الجماعيه اللي هي الاستنزاف المدنيين القتل العمد والى اخره. في لسته كده في الاتفاقيه. منع ومعاقبه كل من يقوم بالتحريض العام والمباشر للاباده الجماعيه. لانه في تحريض مستمر في الاليه الاعلاميه ومن قبل بعض المسؤولين في اسرائيل فيما يتعلق بالاباده الجماعيه. صحيح. الامر كذلك امرت اسرائيل بالتوقف عنه. وكذلك اتخاذ كافه التدابير لضمان وصول المساعدات الانسانيه للمدنيين. وهذا التدبير لانه ياتي ليس فقط من الاتفاقيه ولكن ياتي في اطار الظروف الموجوده حاليا، حتى القاضي المستقل الاسرائيلي صوت لصالحه بضروره وصول المساعدات الانسانيه المدنيه. اخر تدبير كان الحفاظ، وده مهم جدا، اللي هو مرتبط بالتقرير اللي اشرت اليه، الحفاظ على كل الادله المرتبطه بالاباده الجماعيه في غزه وتقديم تقرير للمحكمه بذلك. فبالتالي المفروض خلال 30 يوم تقوم اسرائيل بتقديم الى المحكمه تقرير بما فعلت في البنود الاربعه دول. طيب كيف نفذتها وكيف قامت؟ طب ما هو ما عادش 24 ساعه على القرار المحكمه امبارح، وما زالت المجازر مستمره، والنهارده وامبارح حصار لمستشفى الامل في خان يونس وقتله بالعشرات واجبارهم على النزوح، فده برضو شايفاه ازاي؟ ما انا زي ما بقول، هناك فرق ما بين القانون وما يحدث على ارض الواقع. تمام. احنا دلوقتي بنقول خدنا قرار تاريخي من محفل قانون. ولكن اطار التنفيذ ده هيدخل، حضرتك اشرت الى ان هناك ترحيب دولي كبير من قبل عدد كبير من الدول بهذا الحكم. هذا يعني انه المفروض انه يترجم في اجراءات سياسيه من قبل الدول التي رحبت بهذا القرار. وبالتالي مسؤوليتها من ناحيه المسؤوليه الدوليه ان هي تساعد المحكمه في تنفيذ. طب هو ليه ما طلعش امبارح قرار بوقف اطلاق النار؟ دي بقى ده موضوع سياسي، والمحكمه يحق لها ان هي تغير الصيغه بتاعه الطلبات المطلوبه كتدابير احترازيه. طبعا احنا بلا شك ما كناش سعداء ان هو ما طلعش وقف اطلاق النار، ولكن في النهايه هناك توازنات دوليه يجب ان نعي الواقع الدولي اللي احنا بنعيش فيه، وانه قرار المحكمه انه يطلع بهذه القوه من وجهه نظرنا كمحامين دوليين يعني ده نقله نوعيه يمكن البناء عليها. ده سؤالي بقى، انا هستثمر ازاي الحكم ده؟ ازاي ابني عليه؟ في حشد راي دولي، تحركات سياسيه، الضغط على الجانب الاسرائيلي؟ هو ده الجانب السياسي، لانه مثلا حضرتك قلتي مجلس الامن، الجزائر هي العضو العربي ومن شمال افريقيا في مجلس الامن. ايوه فهمت. هي هتاخد الملف وهتقدمه لمجلس الامن. تمام. وهذا للضغط على مجلس الامن لاصدار قرار ملزم كذلك من جانبه لاسرائيل لتنفيذ هذه البنود. هناك كذلك الحراك الدولي الذي سيرتبط بهذا القرار من قبل من يدعمون إسرائيل. هنا يصعب على أحد ممن يدعمون إسرائيل أن يخرج، عدا الولايات المتحدة، أن يخرج أن يقول أن ما تفعله إسرائيل في إطار القانون الدولي، لأن المحكمة قالت أن ما لديها حاليا بشكل مبدئي من أدلة ومعلومات تشير إلى أنها يجب أن تحترم القانون، أنها لا تحترم القانون. وبالتالي ما ينفعش يجي النهاردة حد من دولة ثانية ويجي يقول حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بقى، أو أنه يبرر هذه الجرائم. بالضبط. طيب هو إيه برضو معنى أو ما يترتب عليه رفض الدعوة الإسرائيلية أمام مجلس أمام محكمة العدل؟ أو الطلب الإسرائيلي، الدفوع الإسرائيلية. يعني هو اللي حصل إيه؟ إن هو جنوب أفريقيا قدمت طلباتها بدفوعها. إسرائيل قدمت دفوعها. دفوعها كانت جميعها مرتبطة بنفس
ما ياتي في كل وسائل الاعلام، حق الدفاع الشرعي عن النفس، ما حدث يوم 7 وحقها ان تدافع عن نفسها والافراج على الرهائن. المحكمه اصدرت في الامر ضروره الافراج على الرهائن من كافه الاطراف وكافه الجوانب، ولكن الدفوع الاخرى لا اساس لها في القانون. والدفوع الاخرى التي اتت بها اسرائيل رفضتها المحكمه لانها تتعارض مع قواعد القانون. لذلك تم رفضها وقوبلت الدفوع من قبل جنوب افريقيا. مفهوم. أنا بشكر حضرتك طبعا على التوضيح وعلى تفسير طبعا هذا القرار وما يترتب عليه. معالي السفيرة نميرة نجم، بشكرك شكرا جزيلا، خبير القانون الدولي، شكرا لحضرتك. طيب زي ما كنت بقول لحضراتكم، رد الفعل المصري، البيان اللي صدر من الخارجية بخصوص الترحيب بهذه القرارات، وطبعا كان الأمل في مسألة إصدار قرار بوقف إطلاق النار، لكن طبعا زي ما شرحت معالي السفيرة وزي ما هو مفهوم طبعا الحسابات والضغوط السياسية كان ليها أثر إنك ما توصلش لهذه النقطة. لكن في نفس الملف مصر بتواصل تحركاتها واتصالاتها مع كل الأطراف الدولية والإقليمية المعنية إيجاد طبعا مخرج من هذه الأزمة وإيقاف آلة الحرب والجزء الإنساني المتعلق بأهمية إدخال المساعدات الإنسانية بدون تعنت من قبل الجانب الإسرائيلي، كمان الملف السياسي أو الحل السياسي وأهمية الوصول ليه في حل طبعا الدولتين. وده كل اللي أنا بقول لحضراتكم، هذه الثوابت المصرية كانت محل للنقاش وللتأكيد في الاتصال الهاتفي اللي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي جو بايدن. ومصر أكدت على هذا الكلام، الحل السياسي، حل الدولتين، المساعدات الإنسانية والدور المصري طبعا في هذا السياق في ظل التعنت الإسرائيلي اللي اتكلم عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده مع الرئيس الأمريكي امبارح بالليل عفوا، وإنه يعني بيسعى لمسألة إن القصة دي يبقى في جهد لإنفاذ المساعدات والتغلب على طبعا هذه التصرفات الإسرائيلية. برضو مصر بتأكد بتجدد تأكيدها على قصة حل الدولتين، تصفية القضية الفلسطينية ده غير مقبول، تهجير الفلسطينيين أيضا ده خط أحمر. فده كان مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. كمان امبارح رئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال مع رئيسة الوزراء الإيطالية، والحقيقة برضو مصر في كل اتصال في كل لقاء بتتكلم ما غيرتش موقفها حقيقة من أول يوم. هذه الثوابت المصرية واللقاءات المصرية دي المنظومة للتعامل مع القضية الفلسطينية، إنه لا بديل عن وقف إطلاق النار، المسار الإنساني، المسار السياسي، ما فيش تصفية للقضية الفلسطينية ولا تهجير للجانب الفلسطيني. وطبعا بكل تأكيد كمان اللي بيحصل في البحر الأحمر واللي بيحصل في لبنان واللي بيحصل في سوريا وبيحصل في العراق واليمن، كل هذه الأمور التحذير اللي حذره الرئيس عبد الفتاح السيسي من أول يوم في قمة القاهرة، الخوف من توسيع رقعة الصراع في المنطقة، وده بالفعل اللي بنشهده في الفترة الحالية. كمان من الأمور الجديرة بالذكر الحقيقة أن هذه الثوابت بنشوف دلوقتي الموقف الأوروبي أو الموقف الأمريكي اللي بيأيده مصر فيها في جزئية الحقيقة مهمة جدا، ان احنا ضد تصفية القضية او ضد تهجير الفلسطينيين وضرورة ادخال المساعدات الانسانية وكمان الحل السياسي. فهم بيتفقوا معانا في كل هذه الامور على الارض وطبيعة طبعا الحل وايه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية. الحقيقة في دلوقتي شغل كبير متعلق ب ان احنا نوصل لتهدئه او هدنه انسانيه تكون مقدمه لتبريد الاوضاع، يعني بقى تبادل الاسرى والمحتجزين، يبقى يكون معاه فرصه لادخال قدر كبير من المساعدات الانسانيه، وزي ما بقول لكم كده ايه الدنيا تبرد. فبنتكلم في شهر، نتكلم في شهرين، فتبقى يا رب تكون مقدمه لوقف اطلاق النار. أما بالنسبة للوضع على الأرض طبعا في الجانب الفلسطيني، وزي ما كنت بقول لحضراتكم من شوية أنه على الرغم من اللي بيحصل أو اللي حصل امبارح في محكمة العدل الدولية، لكن الأمور من النهاردة لامبارح، من امبارح للنهاردة الحقيقة لا الدنيا طبعا صعبة جدا جدا، خاصة أنه خان يونس تقريبا اتدمرت، كل اللي كانوا موجودين في خان يونس بيتضغط عليهم يروحوا لرفح الفلسطينية. بتتكلم في حوالي يعني رقم كبير، يعني يقول لك ممكن يكون حوالي وصلوا 2 مليون في رفح الفلسطينية لوحدها. فضغط طبعا صعب لأبعد الحدود، وضع إنساني ومعيشي يعني بالغ السوء. احنا بنتكلم يعني في أرقام اتضاعفت، أرقام يعني احنا بنتكلم في وقتي في حوالي داخلين على 27 ألف شهيد
27 ألف شهيد. المصابين بنتكلم كمان في رقم مخيف الحقيقة، 65 ألف تقريبا، وصلنا ل 65 ألف مصاب، وإصابات كمان صعبة وحرجة، بتكلمش بإصابات عادية أو طفيفة، في ظل كمان إنك فين المستشفيات؟ مفيش مستشفيات، المستشفيات اتدمرت، واللي موجود وقف عن الخدمة، ما عندوش أي يعني مقاومات إن هو لا يقدم علاج ولا يعمل عمليات. كنا بنسمع تقرير الحقيقة من المستشفيات ومن الأطباء هناك بيقولوا يعني كلام صعب، يقولك إحنا كل اللي بنحاول نعمله إنه نخلي المريض المصاب عايش، يعني إزاي ما نعرفش، ما فيش حاجة بيقدموها، مش في إيديهم حاجة. والمستشفيات متحاصرة زي مستشفى الأمل اللي بكلم حضراتكم عنه من دقايق، متحاصر، وطبعا ما فيش لا وقود ولا إمدادات ولا أي شيء. طيب أعرف أكتر برضو من خلال دكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني. دكتور محمد أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. الحقيقة عايزة أبتدي مع حضرتك من الجانب السياسي أو القانوني كمان، وهما الاثنين مرتبطين ببعض، لما بتكلم على محكمة العدل الدولية وقراراتها بالأمس، تعليق حضرتك وقرايتك لهذه القرارات وأهميتها شايفها إزاي يا دكتور؟ هو بالتأكيد يعني ما صدر عن المحكمة، محكمة العدل الدولية في الهاي، أمر مهم، لكن كان يعني نحن طموحنا بالتأكيد أن تصدر المحكمة أمرا فوريا للكيان الصهيوني بوقف العدوان، صحيح، وقف إطلاق النار ووقف العدوان. لكن البنود، مجموعة البنود التي اتخذتها محكمة العدل الدولية بالتأكيد هي يعني بمثابة يعني كارت إنذار يعني عالي المستوى، بطاقة إنذار عالية المستوى للعدو الصهيوني، وعلى أمل طبعا يعني من المجتمع الدولي والمحكمة الدولية أن نتجاوب العدو الصهيوني خلال مدة شهر مع الإجراءات التي طلبتها المحكمة. المجتمع الدولي يدرك تماما أن العدو لا يتجاوب مع أحد، يعني لا أمم متحدة ولا محكمة العدل الدولية ولا غيرها. لكن هي أهم ما حدث في محكمة العدل الدولية هو أنه لأول مرة منذ عام 48 تتم محاكمة الكيان الصهيوني على الهواء مباشرة، محاكمة عالمية علنية من أكبر هيئة قضائية على مستوى العالم، وهذا أمر مهم جدا. لذلك اليوم طبعا العدو الصهيوني استدار بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفنلندا وغيره من الدول ليشن هجمته ضد وكالة الغوث الأونروا، والزعم المزاعم طبعا باطلة وكاذبة، أن هناك ممن شاركوا في عملية الطفل الأقصى هم بعضهم موظفين في الأونروا، وأوقفت طبعا الأمم الولايات بيقولوا الجناح المدني لحركة حماس يا دكتور. نعم، بيقولوا على الأونروا الجناح المدني لحركة حماس. لا هذا كذب يعني، مفهوم طبعا. لا وفي التوقيت يعني بعد كل الشهور دي التصريح ده أو الكلام ده النهاردة وهذا الاتهام ده محله إيه من الإعراب، أو إزاي يعني هم عايزين إيه بالظبط، يعني مسألة الوكالات أو المنظمات الأممية اللي عاملة في هذا المجال؟ يعني هم المقصود الآتي. اتفضل. المقصود التحضير لليوم التالي لانتهاء حرب غزه، يعني ما الهجمه على الأونروا وهو يعني مرتبط باليوم التالي، بالترتيبات اليوم التالي لانتهاء حرب غزه. وبالمناسبه العدو الصهيوني حتى اللحظه يعني مرتبك في 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 في, في التحضير لليوم التالي، هو لا يدرك او لا يعرف ماذا سيفعل في اليوم التالي. بس ايه العلاقه برضو، فهمنا يعني ده ايه علاقته باليوم التاني اللي ما بعد الحرب، الأونروا وغيرها؟ تمام، يريدون انهاء دور وكاله الغوث، غوث اللاجئين تماما، يريدون انهاء دور الأونروا تماما. الأونروا طبعا معروف انها يعني انشئت عقب نكبه عام 48، يعني انشئت في العام 1949 من اجل اغاثه اللاجئين الفلسطينيين، وتقدم خدمات جليله بدون شك يعني للشعب الفلسطيني. الان قطاع غزه تحول الى منطقه غير صالحه للحياه، الى منطقه منكوبه على اعلى مستويات النكبه، يعني لا يوجد شبر واحد في قطاع غزه صالح للحياه، هناك 2 مليون ونصف مليون فلسطيني هم في امس الحاجه لكافه المساعدات الخارجيه، لكافه الخدمات التي تقدمها الأونروا. الأونروا كانت تقدم بالمناسبه مساعدات يعني ربما لنقل لثلثي سكان القطاع باعتبارهم لاجئين، الان كل قطاع غزه يعتبر نازحين او لاجئين، يعني اصبح المسمى واحد، وبالتالي العدو الصهيوني بالتعاون مع الولايات المتحده، مع كندا، مع بريطانيا، مع فنلندا، مع غيرها من الدول الاتحاد الاوروبي التي للاسف الشديد تساند العدوان الصهيوني، تريد ان تشطب منظمه الأونروا، يعني تريد ان
تمحوها، تريد أن تلغيها، وبالتالي إلغاها يعني استمرار حالة النكبة أو المأساة القائمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل يعني كبير جدا الآن. فما يعني يكونش في أي مقاومات للحياة لا دلوقتي ولا في المستقبل. لا الآن، وهذا ما أقوله دوما أن العدوان الصهيوني القائم الآن في قطاع غزة هو يمس الماضي والحاضر والمستقبل. يعني هم يريدون أن يفقدوا الشعب الفلسطيني كافة مقاومات الحياة، وبالتالي الضغط بقوة على رأس الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أجل الاضطرار للهجرة. يعني هم بدأوا يستعملون مصطلح الهجرة الطوعية. ماذا تعني الهجرة الطوعية؟ أنا أمنع الفلسطيني من الغذاء، أمنعه من الدواء، أمنعه من الشراب، أمنعه من الحياة، من كافة مقاومات الحياة، وبالتالي هو لا يجد مفرا له إلا أن يخرج من هذه البقعة من الأرض. وبالتأكيد أمر مفروض بكل هذا. يعني حضرتك يعني تحدثت في مقدمة النشرة عن أعداد الشهداء والجرحى. الحقيقة الوضع الأعداد مأساوي أكثر من ذلك بكثير. يعني حضرتك تحدثت عن الأعداد التي تعلنها وزارة المسجلة أو الأدرين. نقدر نوصل لكن دعيني يعني دعيني أن أشير لمسألة مهمة للمشاهدين الأعزاء، أن الأعداد الحقيقية للشهداء تزيد على 60,000 شهيد، وأعداد الجرحى وصلت إلى أكثر من 100,000 جريح، وهناك أكثر من 50,000 فلسطيني ما بين معتقل ومفقود. يعني نحن نتحدث عن ما يقرب من 250,000 فلسطيني إما قتل أو جرح أو اعتقل أو شرد أو بات مفقودا غير معروف المصير، سواء كان معتقل أو شهيد. هناك تدمير كلي لأكثر من 80% من قطاع غزة، هناك تدمير كلي بنسبة 100% للبنية التحتية في قطاع غزة، هناك توقف لكل أشكال الحياة. يعني بالفعل بات الفلسطينيون في قطاع غزة يموتون جوعا وعطشا ونقصا في الدواء. كل يوم تصلنا أسماء وأرقام لشهداء فلسطينيين من كافة الأعمار يستشهدون ليس بالقصف الصهيوني فقط، إنما يستشهدون أيضا نتيجة عدم توفر الغذاء والدواء لهم، أو عدم توفر العلاج أيضا. يعني لأنه أيضا العدو الصهيوني يفرض حصارا مشددا يمنع بموجبه إدخال المساعدات التي يحتاجها القطاع. القطاع اليوم يحتاج يوميا إلى إدخال أكثر من 1500 شاحنة عبر معبر رفح، ما يسمح به لا تزيد على 200 إلى 300 شاحنة، وتخضع لتفتيش مدقق وتخضع لإجراءات معقدة جدا، ويمنع وصولها إلى منطقة إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة، عدا عن أنه يمنع يعني أشياء كثيرة جدا من اللوازم والمستهلكات الطبية وحتى من الأدوية. كل ما يعني مثلا لو حتى اهالي الاسرى الاسرائيليين بيروحوا على معبر كرم ابو سالم لمنع كمان دخول المساعدات الانسانيه. يعني انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد على وجود حضرتك معانا، دكتور محمد ابو سمره رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، بشكرك شكرا جزيلا. الاوضاع ماساويه بكل تاكيد، نرجو ونامل انه المجتمع الدولي انه ما بقاش فيه غطاء قانوني او غطاء انساني. طبعا كل الامور دي تكشفت من اول يوم الحقيقه مع بدايه العدوان وبداية هذه المأساة، لكن مع قرارات محكمة العدل الدولية إنها تكون كاشفة، والأول مرة يحاكم هذا الكيان. صحيح عمره ما التزم بأي قرار أممي، لكن نتمنى من مجلس الأمن اللي يكون ضاغط سياسيا لتنفيذ هذه القرارات، وإنه يعني يبقى فيه فرض النوع من أنواع الحرج على أي دولة تساند هذا الكيان، في مقدمتها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية. هنطلع لفاصل، بس قبل الفاصل الحقيقة خلونا سريعا، لأن في عندنا ملف مهم جدا عايزين نبتدي بيه أخبارنا المحلية، وهو ملف التعليم، والدولة المصرية اللي شغالة في هذا الملف بكل تفاصيله، تطوير منظومة التعليم بكل طبعا عناصره، سواء بتتكلم على العنصر البشري أو بتتكلم على المناهج، لو بتتكلم على الأبنية التعليمية هنا كده في المدارس، لكن لما تروح على الجامعات التنوع الكبير اللي حصل في أنواع التعليم الجامعي من جامعات حكومية وجامعات أهلية وجامعات دولية، فعندك منظومة اختلفت بشكل كبير. والنقطة الرئيسية في هذه المنظومة إنك يبقى عندك خريج مؤهل لسوق العمل، إنه يكون مسلح بالكفاءة وبالمهارة اللي تؤهله فعلا إنه يقدر يكون متواجد في سوق العمل، يعني يكون عنده فرصة مناسبة ليه. كل هذه الأمور كانت محل نقاش واهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في اجتماعه مع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ومع وزير التعليم العالي. خلونا نتابع التفاصيل في التقرير ونرجع تاني لحضراتكم. ايه
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أوضح أن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع تنفيذ خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل واحتياجات التنمية، حيث عرض السيد وزير التعليم العالي الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطي جميع محافظات الجمهورية وتطوير نظم الدراسة بها لمواكبة التطور العلمي المتلاحق. كما اطلع السيد الرئيس على برنامج الحكومة لاستيعاب زيادة المضطردة في أعداد الطلاب بالجامعات، وكذلك الطلاب الدوليين الوافدين والجهود الجارية في هذا الصدد لإنشاء مدينة للطلاب الدوليين لاستيعاب الطفرة المتحققة في هذا الإطار. واطلع السيد الرئيس كذلك على تطورات تفعيل مبادرة تحالف وتنمية التي تهدف لتعزيز التحالفات بين الجامعات وهيئات الصناعة لوضع خطط تنموية نابعة من كل إقليم ومحافظة تقوم على الربط والتكامل بين العملية التعليمية والاحتياجات التنموية. وقد خصصت وزارة التعليم العالي مبلغ 1 مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة. كما شهد الاجتماع عرض تطورات مبادرة بنك المعرفة المصري، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة تفعيل هذه المبادرة بما يساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليا، ويضمن تعزيز اقتصاد المعرفة والاستفادة من الامكانات الهائلة لرأس المال البشري في مصر. وقد تطرق الاجتماع ايضا الى جهود تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة اعدادها وتوفير برامج تعليمية وتدريبية على أعلى المستويات وتقديم خدمات علاجية حديثة، حيث تم استعراض ميزانية المستشفيات الجامعية التي ارتفعت 3 أضعاف خلال الأعوام 10 الأخيرة لضمان تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطنين. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه باستمرار العمل المكثف لرفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعي في مصر والتركيز على جودة المنتج الأكاديمي وتعزيز المكون التنموي به وربطه بالاحتياجات الاقتصادية والتنموية. كما وجه السيد الرئيس بتوفير كافة سبل الدعم للمبادرات القائمة والجديدة في مجال التعليم العالي في ضوء الأولوية التي يحظى بها قطاع التعليم بشقيه، وبما ينعكس إيجابا على تحقيق هدف الدولة بتعزيز البناء العلمي والثقافي لشخصية الإنسان المصري وتعزيز القدرة التنافسية للموارد البشرية المصرية إقليميا وعالميا، وكذلك السعي لتحويل مصر إلى مقصد إقليمي جاذب للتعليم الجامعي المتميز سواء من خلال الجامعات المصرية المتنوعة أو عن طريق التوسع في إقامة فروع للجامعات الأجنبية ذات التصنيف العالمي المرتفع في مصر. أهلا وسهلا بحضراتكم معانا مرة تانية. ألف ألف مبروك لمنتخبنا الوطني لكرة اليد. من دقايق انتهى الماتش مع منتخب الجزائر، وألف مبروك حصلنا على البطولة، بطولة الأمم الإفريقية لكاس لكرة اليد، وإن شاء الله كده معادنا في أولمبياد باريس. دايما كنت بقول لحضراتكم في بداية الحلقة منتخبنا لكرة اليد دايما مشرفنا ودايما معاده مع الألقاب ومع البطولات، وكده خدنا اللقب 9 في تاريخ طبعا كرة اليد والتالت على التوالي بالنسبة لكأس الأمم الإفريقية. وحالا الرئيس عبد الفتاح السيسي من ثواني هن المنتخب الوطني لكرة اليد طبعا بالإنجاز وبالفوز المستحق للبطولة وتأهله رسميا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وأكيد حضراتكم بنقول مع بعض عقبال منتخبنا لكرة القدم طبعا بكرة إن شاء الله ونعدي اللي احنا فيه. طيب أخد حضراتكم بقى لأجواء إيجابية وأجواء ليها علاقة بالثقافة والإبداع وقوة مصر الناعمة والدورة الجديدة طبعا الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حدث استثنائي، حدث مهم. والحقيقة سنة عن سنة كل دورة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بيبقى فيها فعاليات جديدة ومختلفة وشغل أكبر، سواء من حيث عدد دور النشر اللي بتكون مشاركة وعدد الناشرين، كمان الإقبال
اللي بيزيد على عكس كل التوقعات، واللي بيقول لك لا ما الاسره المصريه والشباب والاطفال ما عادش القرايه، لا هتفضل القرايه ويفضل الكتاب دايما ليه سحره، خاصه مع الشغل الجديد والمهم اللي معمول في معرض القاهره الدولي للكتاب السنه دي، ومع تيسير الامور سواء المواصلات سواء كل الحاجات اللوجستيه، والمكان الكبير كمان اللي بيتيح للاسره المصريه انها تكون مرتاحه وفعاليات للاطفال. فيعني شيء جميل، خاصه لما نسمع الارقام اللي طالعه من وزاره الثقافه اللي بتتكلم احنا كده كام يوم، احنا يومين بس واكتر النهارده الثالث اكتر من 600,000 يعني، فده كمان ده في يومين، فلو فضلنا بالرقم ده ان شاء الله يعني نعدي ويبقى رقم قياسي عن الدوره اللي فاتت باذن الله. معانا دلوقتي على الهواء من معرض القاهره الدولي للكتاب الكاتب طبعا استاذ محمد نبيل رئيس الاداره المركزيه للمشروعات الثقافيه والنشر بالهيئه المصريه للكتاب. اهلا وسهلا بيك يا استاذ محمد، مشرفنا. اهلا يا استاذه لبنى، واهلا بكل مشاهدينا ومشاهدين الحياه، مبروك لمنتخب اليد وعقبال منتخب القدم ان شاء الله يا رب. الاخبار السعيده تتوالى على مصر، واول امبارح وامبارح الجمعه كمان كان في خبر سعيد وهو حكم محكمه لاهاي المبدئي باحقيه اهالينا في غزه وفلسطين بالدعوه اللي اقيمت من قبل جنوب افريقيا. طبعا كان في ادعاءات كاذبه على مصر في هذا الصدد، لكن الحمد لله ربنا نصرنا، يبدو ان عام الانتصارات قد بدا لمصر الحمد لله. ده ياخدنا بقى الانتصار في مجال آخر، ومصر دايما ليها اليد الطولة الحقيقة في المنطقة في مسألة في القوة الناعمة والثقافة. فمعرض القاهرة الدولي للكتاب بيمثل إيه في هذا السياق أستاذ محمد؟ النهاردة احنا اليوم الثالث زي ما حضرتك قلتي، امبارح اليومين الخميس والجمعة كانوا 600,000، يبدو ان احنا هنكسر الريكورد بتاع الدوره 54، كان 3,500,000 زائر لمعرض الكتاب 23، يبدو ان 24 ممكن يتجاوز هذا الرقم بعده، يعني مش هنقول مئات الالاف، ممكن يبقى مليون او 2 مليون زياده من الزائرين. الاقبال غير طبيعي، كان نفسي نطلع هوا من بدري شويه، 8 طبعا ميعاد الاغلاق، 55 دوره او الدوره رقم 55 فيها ارقام كتير قوي حلوه، فيها لمحات يعني زياده عن السنه اللي فاتت، 17 دوله مشاركه، احنا اجمالي 70 دوله، زياده 153 دار نشر، احنا اجمالي 1200 دار نشر، 550 فعاليه ثقافيه، عندنا اكتر من 50 فعاليه فنيه على مدار ال 14 يوم خلال المعرض. عندنا الجميل بقى ان الدول العربية، وانا لاحظت ده على مدار الخميس والجمعة، اليوم الاول افتتاح وامس واليوم، كتير جدا من كتابنا وشعرائنا ومفكرينا العرب اصروا انه يكون حفلات توقيع الكتاب الاول لهم او الكتاب الثاني او الثالث هنا في القاهرة في معرض الكتاب. ده ليه دلالة كبيرة جدا، الا وهي ان مصر تستعيد ريادتها الثقافية من جديد، من جديد تعود القوى الناعمة تتصدر المنطقة، اللهجة المصرية تسود اللهجات كلها، الكل يتحدث هنا بالمصرية. عايز أقول لحضرتك أسامي كتير جدا لو قلناها، من الكويت كانت طبعا سمو الشيخة أفراح الصباح، كانت بتعمل حفل توقيع لكتابها أو لديوانها غسق أخضر أزرق، أنا آسف. طبعا كان في عبد الله الكناني، وكان في من السعودية وجاسم من الكويت ومن اليمن. والملاحظ بقى ان النهارده طابور، انا صادق في هذا الوصف، قد يتجاوز عده الاف من الشباب بنات وولاد واقفين على حفل توقيع ينتظرونا روايه، طبعا مش هقول على اسمها لانها خدت الصيت الجميل قوي النهارده، لكن كتابنا كمان المصريين كان ليهم حظ وافر قوي، خاصه كتاب الشباب، حدث ولا حرج، الكل هنا واقف طابور مستني دوره عشان ياخد توقيع من مؤلف ومؤلفة، أسماء كتيرة جدا جدا نقدر نتكلم عنها، شريف عرفة، أحمد مبابي، أسامي يعني أصوات أو كتابات نسائية وكتابات غير ذلك. الجميل برضو أستاذ محمد، أنا في المنطقة دي، في المنطقة دي معلش أنا مش عايزين نسيبها، بس حضرتك من الكتاب المهتم جدا بالنشأ بالأطفال وبالشباب وبغرس القيم المعرفيه بالنسبه لهم والهويه المصريه واهميه القراءه وكل هذه الامور. استاذه لبنى تسمحي لي تشوفوا اذبكستان ورايا،
أزبكستان ورايا اهو، وكان من شويه اندونيس، وكان من شويه قبليهم من السودان ومن اليمن. والكاميرا فتحت ورايا وشفتوا الضيوف اللي مغادرين. المعرض يحقق كل عناصر القوى الناعمه وكل حزمه اهداف القوى الناعمه. نروح لمنطقه الطفل زي ما حضرتك قلتي، اختيار المعرض لشخصيه كتاب الطفل وهو راحلنا او الخالد يعقوب الشاروني اللي كلنا قريناه له وكلنا استمتعنا بكتاباته واحنا صغيرين في السن. والجميل ان في محبه يعقوب الشاروني هذا العنوان الصادر من وزاره الثقافه كتب فيه الكتاب المصريين وايضا العرب والاجمل من ايطاليا والصين والهند، وهي الدول ذات الحضارات يعني المشابهة لحضرتنا في مصر. الكل يعتبر أو وزارة الثقافة تهتم جدا بالنشأ. صالة 5 بها دور عرض كثيرة جدا لأطفالنا. الكتاب ما زال هو الرئيس في يد الطفل، والأسرة المصرية لا توجه ولكن تقدم الكتاب المقروء الورقي الكلاسيكي في يد الطفل. أيضا هناك ورش الرسم والتلوين، ورش الحكي. تخيلي بقى أن احنا عندنا على مدار الأيام اللي فاتت ورش حكي عن سينا. ما أجمل الحديث والحكي عن سينا لأولادنا وشبابنا وأطفالنا الصغيرين في صالة 5. تلوين ولوحات عن الطبيعة في سينا، كمان حكايات عن أكتوبر احتفالا بـ50 سنة أكتوبر. وما دمنا بنتكلم عن الخمسينية أو خمسينية أكتوبر، تعالوا نروح كمان على إصدار الهيئة العامة للكتاب وزارة الثقافة لسلسلة حكايات النصر اللي بيرأسها المفكر الاستراتيجي سمير فرج أو اللواء العظيم سمير فرج، هذا القامة الاستراتيجية الكبيرة. صدر منها كتب خرجت بره النطاق التقليدية والحكي السردي عن المعارك إلى نطاق آخر، وهي انتصار أو مسرح الانتصار هذا كتاب، والآخر الأدب العبري وصورة الهزيمة عند الكتاب الإسرائيليين هذا كتاب ثاني، والكتاب الثالث الصقر أو الثقافة تسأر من النكسة 67-73 هذا كتاب الثالث في هذه الموسوعة، بخلاف كتب كتير جدا زي أكتوبر والمجتمع المصري لأحمد تمام، زي طبعا شاهد على أكتوبر للعظيم اللواء سمير فرج. ما أجمل أن تكون البدايات قوية عندما نبتدي أو تطلق وزارة الثقافة حصدا وحصرا لديوان الشعر المصري في الألفية الثانية. أكثر من 200 شاعر عربي ومصري هنا في معرض الكتاب على مدار أيامه تحت مظلة ديوان الشعر المصري. أيضا هناك عدة لقاءات أو عدة تعاونات أشكال أخرى من التعاون مع مؤسسات الدولة، مع الرقابة الإدارية، مع القوات المسلحة، مع الشرطة المدنية، تعالوا بقى مع الأوقاف. العنوان رقم 200 من رؤية، وحضر تدشين هذا العنوان رقم 200 فضيلة وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة. كمان كان في الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أحمد عبد المعطي حجازي شاعرنا الكبير، جمال بخيت شاعرنا العظيم. شوفي البدايات كما يقول المنطق الأرسطي، كلما تكون البدايات قوية من المؤكد أن النتائج ستكون قوية. ولذلك معرض الكتاب هذا العام أنا أعنونه بأنه معرض يعيد العروبة إلى الحضن أو إلى الحظيرة المصرية، هذا أمر. الأمر الثاني أن معرض القاهرة للكتاب يحقق تنامي عابر للقارات، ليس إقليميا على مستوى الدول العربية أو الخط أو جنوب المتوسط فقط، ولكن أيضا تجاوزت القوى الناعمة المصرية إلى سقف الأرض، إلى مملكة النرويج أصل القارة الأوروبية العجوز أرضا وجنسا. عايز أقول لحضرتك كنا ضيف شرف المهرجان دول مملكة النرويج، وحضور زوجة أو قرينة ولي عهد النرويج. عايز أقول لحضرتك كمان حضور طاغي لكتاب وشعراء النرويج. أمس كان هناك مناقشة لكتاب مهم جدا اسمه شخصية النيل لتارا تافيت، هذا المؤرخ أو هذا البروفيسور في التاريخ المصري أصر أن يقدم بنفسه عدة جمل أقتبس منها أمام حضراتكم. أن نهر النيل يحكي الرواية المصرية الحقيقية، هذا يعني أمرين. الأول أن كان من المهم والضروري أن نشتبك ودا وتواصلا ثقافيا مع شمال أوروبا أو سقف العالم كما يقولون، هذه الكتلة الإسكندناف
أيضا من المهم أيضا أن نعرف ما يقولون. حوارات وندوات عن الترجمات، التقليدي كانت الترجمة إلى العربية، ولكن في هذا المعرض ترجمة من العربية إلى النرويجية وإلى الدول وإلى اللغات الرئيسة، كان إصرارا من إن شاء الله نسخة زي ما احنا قلنا استثنائية، وإن شاء الله تكون مميزة ومليئة بالفعاليات، وزي ما حضرتك بتقول البدايات مبشرة. أنا طبعا اعذرني على المقاطعة، لكن كل الشكر والتحية لحضرتك أستاذ محمد، والحديث بقية ونرجع نتواصل مع حضرتك في الملف ده وغيره. أستاذ محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الثقافية والنشر بالهيئة المصرية للكتاب، وطبعا الكاتب الصحفي، كل الشكر والتحية لحضرتك. معلش أنا أسفة. خلونا نتابع بقى مع حضراتكم تقرير عن حصاد اليوم الثالث من معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومنه لفاصل وبعده إن شاء الله فقرتنا الأولى النهاردة عن مشروع قانون تحويل الهيئة المصرية للثروة المعدنية لهيئة اقتصادية. كونه موسوعة كبيرة تجد فيها خلاصة فكر الأدباء والمفكرين والمبدعين، يأتي في ثالث أيامه ليستمر في استقباله لأعداد كبيرة من الجماهير المحبة للقراءة. معرض عالمي بنكهة مصرية يرفع شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، بين عديد من الفعاليات الثقافية والأدبية وعصير من الكتب العربية والأجنبية. إقبال كبير في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في مشهد يعطي دلالات ومؤشرات عن نجاح المعرض وتحقيق أهدافه. أنا باجي المعرض كل سنة علشان ألاقي كل الكتب اللي أنا بدور عليها، والكتب اللي مش بقدر ألاقيها طول السنة مش بتبقى متوفرة في كل المكتبات. يعني أكيد أي حد أو أي قارئ شغوف بالقراءة بيكون مهتم ان يبقى موجود في معرض القاهرة الدولي للكتاب. هو المعرض كل سنة بيعمل حاجة مختلفة عن السنة اللي قبلها، يعني سواء فعاليات معينة، سواء التنظيم نفسه بيبقى منظم أكتر، سواء الحاجات اللي بتتم بره القاعات نفسها، الأنشطة اللي بتتم، الحاجات اللي بيوفروها لنا على قد ما يقدروا. السنة دي أفضل بكتير. ليه؟ لأن في كتب من التراث أكتر شاركت السنة دي. من أهداف معرض القاهرة الدولي للكتاب أيضا تشجيع الناشرين والمؤسسات الثقافية لعرض مزيد من كتاباتهم كنوع من التحفيز لهم، وهو ما تم تحقيقه بالإجراءات التي تم اتخاذها. معرض القاهرة الدولي للكتاب هو يعتبر زي وجهة مشرفة لنا، وجهة ثقافية وأدبية مشرفة لمصر من ناحية في أرحاء العالم كلها. يعني إحنا كل دورة بيستضيفوا دولة جديدة، الدولة دي بتعرف عن ثقافتنا، بتعرف إن المصريين عندهم مواهب، عندهم فكرة، عندهم ثقافة. شايفة كتاب كتير مشاركين في المعرض السنة دي بكتبهم لأول مرة أو لتاني مرة أو لتالت مرة، وشايفة كمان إن الجمهور مقبل بطريقة كبيرة جدا على المعرض. كل سنة الحقيقة في تحسن، يعني كل سنة المعرض أحلى من السنة اللي قبلها. احنا السنه دي في دور نشر كبيره جدا، وفي دور نشر عربيه ودوليه. ندوات عديده يشهدها اليوم الثالث على التوالي، منها ندوه الكاتب جاب روبن، الكاتب الهولندي وقصه حياته الادبيه تجاه الكتابه، بالاضافه الى ندوه بعنوان مشروع استعاده طه حسين، والحديث عن استعاده منهجيه طه حسين في الكتابه الادبيه والثقافيه، وندوة عن الحوار الوطني المستمر تجاه مصلحة الدولة المصرية. تحسين يجب، ومعه طبعا كثير من الكتاب والأدباء المصريين، يجب أن يستمر الاهتمام بنتائجهم الأدبي. بنتحدث عن ندوات ثقافية ممتازة، هذه الندوات بتلقي الضوء على الوضع الحالي سواء داخل مصر أو خارجه. احنا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بنعمل يوم كامل عن القضية الفلسطينية، بنفخر ان احنا بنقدم الوعي الكافي بهذه القضية. شايفين اقبال الجماهير بالرغم من يعني الاوضاع الاقتصادية اللي احنا فيها، لكن في اقبال كبير جدا من الجماهير والشباب، تحديدا شباب الجامعة موجودين بشكل ملحوظ والاطفال، فيعني كالعادة معرض القاهرة الدولي مضيء. يستمر معرض القاهرة الدولي للكتاب في اطلاقه لعديد من الفعاليات الثقافية المختلفة حتى السادس من شهر فبراير لهذا العام، وسط إقبال كبير من الرواد والمثقفين والأدباء والمفكرين. عبد الرحمن الدروي، الحياة اليوم.
بنرحب بحضراتكم معانا مرة تانية. كنت بقول لحضراتكم قبل الفاصل احنا هنتكلم في مشروع قانون مهم من شأنه ان شاء الله ان هو يعزز من قدرة الاقتصاد المصري ونقدر احنا نستفيد بشكل كبير من ثرواتنا ومقدراتنا. لما نتكلم على الثروة المعدنية في مصر، الحقيقة مؤخرا شفتوا وتابعتوا حضراتكم طبعا مجمع انتاج الكوارتز اللي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقصه الرمال السوداء وازاي برضو نعزز الشغل في هذا الملف. والحقيقه دايما احنا كان عندنا على مدار السنين كده يقول لك احنا بنصنع او بنصدر حاجتنا خام زي ما هي وما بيكونش فيه اي قيمه مضافه، فبالتالي احنا بنهدر هذه الثروه اللي ربنا حبانا بيها. لما يكون في عندك هيئه الهيئة العامة أو الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتعرف حضرتك أن الهيئة دي بتتبع أكتر من وزارة، في الشق مش عارفة الإداري تبع لوزارة البترول، في الشق المالي تبع لوزارة المالية، ففين القرار؟ فين الاختصاص؟ فين السرعة؟ فين انك انت تاخد شغل وتعمل انجاز في هذا الملف؟ مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه ان يكون في خطوات فعلية في هذا الملف، وكان من مخرجات الحوار الوطني الحقيقة فكرة ان يكون عندنا قانون من شأنه ان تتحول الهيئة العامة دي للثروة المعدنية لهيئة اقتصادية. طيب ده معنى ايه؟ ايه فلسفة القانون؟ ايه الاليات؟ المواد هتبقى عاملة ازاي؟ ازاي هيكون في طفرة نوعية في مسألة استغلال الثروات المعدنية اللي ربنا حبى مصر بيها؟ ده اللي هنتكلم فيه مع حضراتكم مع ضيوفنا. خليني ارحب بسيادة النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ومقدم مشروع القانون. مساء الخير يا سيادة النائب، اهلا وسهلا بحضرتك. ومشرفنا كمان سيادة النائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. طبعا اثنين من نواب التنسيقيه، لانه احنا عندنا بيبقى فيه مطبخ سياسي الحقيقه معروف عن التنسيقيه، الشغل والاجنده التشريعيه اللي بتتسم بالزخم اللي بيقدموه بيها او بيقدموها دايما في مجلس النواب. سياده النائب محمد اسماعيل، في البدايه الفكره الفلسفه من القانون ده شفتوا ازاي وضع الهيئه العامه للثروه المعدنيه ومستهدفين نحولها ازاي؟ هو زي ما حضرتك قلتي احنا في تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين يمكن قبل بداية كل دور انعقاد سواء في مجلس النواب او مجلس الشيوخ بيبقى لينا معسكر. تمام. من خلال المعسكر ده بنقعد كاعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومعانا اعضاء التنسيقية كمان في اللجان المتخصصة وبنبدا ندرس ايه اوجه المشروعات او ايه الحاجات اللي نقدر يكون لنا فيها دور من خلال تحديث البنية التشريعية اللي من دورها تعزز الدولة المصرية سواء في المجال الاقتصادي أو كويس. المجال الاجتماعي أو حتى في المجال السياسي. تمام. وكان أحد مخرجات المعسكر اللي سبق دور الانعقاد الثالث إن إحنا في الجزء الاقتصادي عندنا أزمة في قطاع التعدين في مصر، والأزمة دي ناتجة عن تشوه إداري اللي حضرتك ذكرتيه في بداية الكلام. إحنا عندنا قطاع زي قطاع التعدين قطاع واعد جداً، عندنا ثروات بالفعل في الدولة المصرية في الصحراء الشرقية، عندنا حاجة ما يسمى الدرع النوبي الجنوبي اللي هو ما بين بنتكلم على 22 و27 الدوائر العرض، ودي فيها حجم من الثروات التعدينية الغير مستغل. طيب قعدنا بقى نبحث واحنا في المعسكر، طب احنا محتاجين ايه؟ لقينا ان احنا عندنا مشكلة في هيئة الثروة المعدنية. هيئة الثروة المعدنية هي حالياً ليها أبين، فحضرتك زي ما حضرتك ذكرتي عندي هي فنيا تتبع وزارة البترول وهي اللي بتديرها فنيا، وماليا تتبع وزارتي التخطيط والمالية. ده في معنى التخطيط كمان عشان المخصصات المالية يعني تبع ثلاث وزارات، وبالتالي فهي تعاني من تشوه إداري وفي خلل إداري نتج عنه إيه؟ نتج عنه إيه؟ إن قطاع التعدين بيساهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية أقل من 0.5%. وده رقم قليل جدا جدا جدا. احنا عندنا ثروات، عندنا قدرات نقدر نزود الكلام ده عندنا، وبالتالي الثروات دي واعده او عندنا نظره مستقبليه ممكن يبقى اسهامها ايه في يعني احنا بنتكلم بدايه يعني احد اهداف مشروع القانون، وده وفقا لدراسات عملتها كبرى الشركات اللي بتعمل دراسات جدوى في المجال، احنا بنتكلم ان احنا نقدر نرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 0.5% ان احنا نروح ل 5 و6% في 6 سنوات. عظيم.
وده بنتكلم على مثلا حجم ايرادات، لو هنتكلم بقى بارقام حجم ايرادات، لو هو بيدينا دلوقتي ايرادات حكوميه 2 مليار جنيه، لا احنا نقدر في خلال برضو 6 سنوات نوصل ل 20 مليار جنيه. لكن المفروض نعمل ايه؟ ايه الواجب اللي علينا؟ المفروض بقى ان احنا مشروع القانون اللي احنا تقدمنا فيه في بدايه دور الانعقاد الثالث، انا تقدمت بيه بالنيابه عن نواب تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، لان ده كان احد مخرجات زي ما قلت لحضرتك المعسكر الخاص بالتنسيقيه. احنا تقدمنا بمشروع القانون عشان نحل التشوه الاداري ده. فقدمنا مشروع القانون لتحويل الهيئه من هيئه خدميه لهيئه اقتصاديه قادره على جذب استثمارات، قادره على تأهيل كوادر بشرية يعني تتماشى مع التكنولوجيا المتطورة في التعليم. هرجع على حضرتك تاني ومواد القانون، لكن أسمع كمان رأي سيادة النائب محمد فريد عن الأرضية، وانتوا بتشتغلوا في التنسيقية على القانون ده كان قدام عينيكم ايه؟ كنتوا زي شايفين زي ما شرح سيادة النائب محمد اسماعيل مواطن الخلل؟ هي احنا لما بنحاول دايما ان احنا نعمل عملية تكامل بيننا وبين بعض، سواء ممثلين موجودين في مجلس النواب في مجلس الشيوخ، زملائنا من التنسيقية اللي عندهم خبرات في مواضيع معينة، فبالتالي بنعمل المعسكر ده، بنقعد مع بعض، بيبقى حالة من العصف الذهني، بنشوف في عندنا إشكالية، كل واحد بيبدأ يتناولها من وجهة نظره إيه هي، بنحط المميزات والعيوب، طب الإشكالية إيه هي، هل هي مشكلة تشريع؟ طب ما ولا هي مشكلة إجرائية؟ ولا هي مشكلة تنفيذية؟ ولا هي ممكن تكون تجميع كله مع بعض؟ وده عادة بتحصل في حالات كتير. وبنحاول يكون في دايما تناغم بين الأجندات التشريعية بتاعتنا، احنا موجودين في المجلسين عدد جيد من النواب، فبالتالي وكمان منتشرين في لجان كتيرة، فبنحاول يكون في دايما تناغم بيننا وبين بعض علشان لما نخش نتكلم في موضوع نقدر نغطيه من كافة الجوانب ونقدر نحقق نتيجة تفيد الناس في الآخر. إنما في ملفات أو قوانين بتبقى محتاجة غير وجهة النظر السياسية والكلام ده كله والنواحي الإجرائية، فني متخصص زي المنطقة اللي بنتكلم فيها النهارده. مظبوط مظبوط، ما هي الفكرة في كده، استعنا بكده. طبعا ما هي الفكرة في كده، يعني احنا لما قعدنا عندنا زملائنا دارسين اقتصاد، في بعضهم من قطاع البترول، في بعضهم شغالين في الصناعات بتاعة التعدين، فبنحاول نكون في عندنا زي مجمع كده للأفكار، كل الناس موجودة على ترابيزة واحدة، بنتناقش بنشوف طب التجارب الدولية حصل فيها ايه، الأحسن الممارسات ايه هي، هل نعمل قانون جديد ولا نعدل في القانون، هل حاجة محتاجة إجراء مثلا قرار وزاري ممكن يكون، ولا الموضوع فين؟ فبنقعد بندرس الموضوع، بنقعد جلسات متعددة بنتناقش في الأبعاد المختلفة للموضوع لغاية لما نتفق على رؤية معينة، بعدين بنبدأ بقى نقسمها بيننا وبين بعض، سواء بقى في حاجات ممكن نتحرك فيها من مجلس الشيوخ وبعدين زمايلنا في مجلس النواب يغطوا عليها من ناحية تانية، أو العكس، أو أحيانا بتبقى ليها علاقة بنوع من أنواع الكونسلتيشن الفني، يعني بنتكلم في الموضوع من جانب فني ايه اللي ممكن يتعمل فيه وازاي يحصل، وبنشوف اسرع طريقه نقدر نتحرك فيها وفي نفس الوقت اكثر خدنا وقت قد ايه في الاعداد للقانون؟ لا احنا اخذنا يعني احنا قعدنا يعني المعسكر ده كانت البدايه، قعدنا حوالي 3 شهور شغالين شغل متواصل، لان كمان هي الفكره مش بيننا وبس وبين بعض، لكن كمان بنسمع للستيك هولدرز المختلفين، ناس من الاندستري، ناس في الصناعات المختلفه، ناس في الشركات بتاعت التعدين، ناس من الوزارات نفسها. طب لو حبينا نحط عنوان الخلاصه ان انا حطيت عيني وانا بعمل مشروع القانون ده عايز اوصل لايه فالامور تتحرك؟ عايز احرر الثروه الكامنه في قلب مصر علشان نقدر نوصل من 0.5% ناتج اسهام في ناتج محلي ل 5% سنه 2030. عاجبني قوي التوصيف، احررها طبعا من القيود والبيروقراطيه متكتفه. قطعا قطعا، دي ثروات بقى لها سنين طويله جدا للاسف ما فيش معلومه حتى عنها، يعني انا هقول لحضرتك على حاجه النهارده عشان المستثمر يجي، وده اللي بيحصل في الدول المختلفه وافضل الممارسات، انت النهارده عشان حضرتك تيجي هتروح تاخد كونسيشن او هتروح تاخد ارض معينه تعمل فيها التعدين بتاعك او الصنعه بتاعك، فلازم يكون في عندك معلومه. المعلومه دي غير متاحه، دول تانية احنا سابقينها بكتير قوي، او كنا نعتقد ان احنا سابقينها بكتير قوي، بتنافسنا منافسه شرسه جدا. احنا عندنا مزايا كتيره جدا، عندنا امكانيات كبيره جدا جدا جدا، لكن للاسف
مقيدة بإيه؟ حاجة زي التشوه الإداري اللي كان النائب محمد إسماعيل بيتكلم عنه وواضح في الوضع بتاع القانون ده، حاجة زي بعض الإجراءات التنفيذية اللي غير موجودة. فبالتالي احنا عايزين نعمل عملية تحرير للطاقة الكامنة دي وننطلق بيها لقدام ونطلع بيها. احنا عايزين نوصل ان احنا من 0.5% ل5%، ده على فكرة ده رقم مهول بس نقدر نوصل له ان شاء الله بإذن الله. سيادة النائب محمد إسماعيل، دخلنا بقى في شكل القانون، مشروع القانون، المواد بتاعته مضمونها، وصلنا فيها لحد فين؟ هو زي ما ذكرت لحضرتك احنا تقدمنا في اكتوبر 2022 في بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، ويمكن حصلنا على الموافقة من حيث المبدأ لان هو القانون بيحال للجنة النوعية وتم مناقشته في لجنة الصناعة، يمكن تعمل فيه جلستين. الجلسة الاولى خدنا موافقة من حيث المبدأ في 22 نوفمبر 2022، وبعديها بكام شهر بدأنا مناقشة مواد القانون. ومواد القانون كانت بتنقسم لمواد إصدار ومواد موضوعية، وبالفعل انتهينا كمان من المواد الإصدار اللي هي في بتبقى انتقالية في البداية، بتحدد شكل الهيئة، اسمها، العاملين الموجودين حاليا فيها لما تبقى هيئة اقتصادية، مصيرهم ايه وتبعيتهم ايه والمدى الزمني في التحول والكلام ده كله. طب ما دخلنا كده في مادة، يعني شكل الهيئة هيبقى عامل ازاي في الأول؟ لا، هي شكل الهيئة تبعيتها هتبقى تبعية لوزارة البترول، يعني احنا كان في مشروع القانون نرى ان هي تبقى في وزارة البترول، ولينا اسبابنا كمان. كان في طرح انها مستقلة تتبع مجلس الوزراء بالزبط. مباشرة. فاحنا قلنا ان بدل ما تبقى هيئة مستقلة وتبقى دايركت مع رئاسة الوزراء، وطبعا رئاسة الوزراء مكبلة بموضوعات وبتدير ملفات كتيرة جدا، فهي تكون مع وزارة متخصصة في عملية الاستكشاف، لأن عملية استكشاف البترول قريبة من عملية استكشاف التعدين. نفس الكونسبت بتاع حتى الطرح العالمي، يعني احنا بنتكلم في البترول بيحصل ايه؟ بيحصل حاجة اسمها المسح الجيولوجي، اللي انا بالمعلومات دي ببدا اعمل طرح، بتعمل استكشاف فبتطرح مع شركات اجنبيه، بطرح لشركات اجنبيه هي تاخد الريسك وتيجي تعمل استكشاف عندنا سواء في البترول او الغاز. نفس الكونسبت في التعدين. طيب. فاحنا بنتكلم كمان في التعدين، وكويس ان حضرتك كمان سالتي عن موضوع التخصص. انا مهندس في وزاره البترول، ولينا زملاء في التنسيقيه يعملوا ومحتكين بالقطاع ده، هم اللي كان باك اوفيس وساعدونا في الجزء الفني والتقني فيما يخص ملف التعدين، ومدونا بكل المعلومات اللي احنا بنقولها لحضرتك النهارده، حتى الدراسات اللي عملتها احدى الشركات. احنا بحكم حضرتك وشغلك كمان يعني وخلفيتك مع الوزاره، وزاره البترول كان في برضو بحث دراسه اتكلمنا مع بعض. لا، ما هو الوزاره لما جت اكدت بقى الدراسات إن دي بتاعتي منطقتي. لا، اكدت الدراسات اللي احنا قدمناها وفلسفه مشروع القانون. لاي اي مشروع قانون بيتقدم في المجلس مع المواد لازم يبقى فيه مذكره تفسيريه وايه فلسفه مشروع القانون. ويمكن اللي اكد الكلام ده ان دلوقتي احد قصور ان احنا مش عارفين نجيب استثمارات اجنبيه مباشره في قطاع التعدين، ان احنا ما عندناش معلومات. طب هي المعلومات مش عندنا ليه؟ لان احنا ما بنعملش الرحلات الاستكشافيه، ما بعملش المسح الجيولوجي، ما بعملش مسح جيوفيزيقي للطبقات. ليه ما بنعملش؟ وده هنعمله ازاي بناء على القانون الجديد؟ هو بقى هو ده اللي دخلنا في مواد القانون، ان انا لما احرر الهيئه تبقى هيئه اقتصاديه قادره ان هي تستثمر جزء من ارباحها في تطوير المعدات اللي هتنزل تبدا تعمل الاستكشاف ده، فيبقى عندي معلومات ابدا اعمل منصه الكترونيه. هي كده انت بتقول لي هي هتغطي او هتصرف على نفسها بنفسها كمان. لا، وهتستثمر. وهتستثمر بالظبط، يعني بدل ما هي بتجيب دلوقتي 2 مليار زي ما احنا بنقول 2 مليار جنيه، احنا بنتكلم في شقين. الشق الاول ان هي ممكن في خلال 6-7 سنوات، يعني بنتكلم في 2030، ال 2 مليار ايرادات حكوميه تبقى 20 مليار هي من نفسها، وده هيخفف طبعا عبء على الموازنه العامه للدوله. ده جزء. الجزء الثاني في التصدير، وحضرتك ذكرتيه في المقدمه، في القيمه المضافه. انا لما هعمل الرحلات الاستكشافيه دي اللي انا دلوقتي مش برضى اجيب معدات، او وزاره الماليه مع وزاره البترول مش عارفين يحلوا الكونفليكت ده، فمش عارف اجيب المعدات، فمش عارف انزل اجيب المعلومات المسح الجيولوجي او الجيوفيزيقي ده، من غيره مش هيجي لي مستثمر. هو المستثمر وفقا للمعلومات اللي قدامه ان هنا في المنطقه دي، لا ده في منطقه واعده مثلا بالنحاس، منطقه واعده باي نوع من المعادن، فيجي انت هتسوق ازاي وانت مش مديله معلومه؟ ده جزء التاني. انا ما عنديش لغايه دلوقتي منصه الكترونيه اطرح طرح
طرح اعلامي للفرص اللي عندي هطرحها ازاي؟ ما هو مش هطرح ورقي، انا مش جوه مصر، انا عايز اجيب مستثمرين من بره. احنا شايفين في استثمار في كندا عامل ازاي في قطاع التعدين، متطورين جدا في قطاع التعدين، يعني اصلا رئيس هيئه التعدين الكنديه من اصل مصري. فاحنا بنتكلم ان احنا عندنا كوادر، عندنا فرص وموارد، عندنا فاضل ان احنا ندي الهيئه التحرر ده، فتقدر تعمل الرحلات الاستكشافيه، فتجيب لي الداتا اللي انا هبدا اسوقها عالميا. الكلام ده يحصل ازاي؟ من خلال منصه الكترونيه عالميه. مصر تقدر تتحول فعلا لو قدرنا نخلص مشروع القانون دول العقاد ده، ان هي تبقى مركز اقليمي كمان في التعدين، نقدر يبقى نوفر اكتر من 200 الف فرصه عمل مباشره وغير مباشره، نقدر يبقى عندنا شركات وطنيه هتشتغل على بعض الصناعات المساعده للتعدين. يعني احنا بنتكلم في حفر المناجم، بنتكلم على تحليل العينات، دي هتفتح شركات وطنيه، فهفتح فرص عمل للشباب، بنتكلم في اكتر من 200 الف فرصه عمل. فرص العمل والعاملين في الهيئه دلوقتي في الفتره الانتقاليه يعني فكرنا في ايه؟ فكرنا ان العاملين في الهيئه يتم نقلهم للهيئه الجديده اللي هي هتبقى الهيئه الاقتصاديه، لان هم حتى المتخصصين فيهم عددهم قليل جدا، بنتكلم في 250 واحد. حجم الخبرات، المتخصصين دول كمان احد الفرص اللي هم هيحصلوا عليها، ان انا لما هجيب مستثمر اجنبي او خبرات هينقلوا التكنولوجيا لما يتعامل معاه. المتخصصين الفنيين. الفنيين غير بقى الاداريين او غير الاداريين بقى ده نرجع للماليه ولا؟ هيتنقلوا، لا هيتنقلوا معاهم طبعا. الهيئه هتتنقل بنفس العاملين مع الحفاظ على مميزاتهم الماليه والاداريه، وده احنا حاطينها ماده في القانون، مفيش حد فيهم هيدور. بالعكس، ده ممكن بعد كده لما الهيئه تحقق ارباح ده هم كمان يزيدوا، وده يديهم حافز ان هم يشتغلوا اكتر ويحاولوا يوصلوا ارباح اكتر، لان احنا لو قدرنا نحرر الهيئه يبقى عندنا معلومات، نجيب مستثمرين، يحصل قيمه مضافه، لان انت هتفتح تصنيع ومصانع تانية، فده يودينا لتوطين الصناعه اللي السيد الرئيس بيتكلم عليه. احنا عندنا مشكله ازمه في الدولار، هتشتغل على البعد المحلي والبعد الاجنبي والاجنبي كمان طبعا، يعني هجيب استثمارات مباشره، ده جزء. الجزء الثاني في توطين الصناعه الوطنيه، لان هعمل قيمه مضافه على الخامات اللي هتطلع، وبالتالي مش هستورد من بره، فهخفف الضغط على العمله الاجنبيه اللي بنحتاجها في الموازنه العامه للدوله. وفي جزء تاني ان انا هصدر، وبالتالي كمان في الدراسه بتقول ان احنا ممكن نوصل من 1.5 مليار ان احنا كمان نرفع العدد لاكثر من 12 مليار دولار بعد برضو من 6 ل 10 سنوات. شايف في اي عقبات او تحديات لما مشروع القانون يخرج للنور يتم اقراره؟ لان دايما حتى كنا بنتكلم العبره في التطبيق او التنفيذ، فممكن يكون في عقبات تحديات مقاومه طبيعي. بص هو ذكر حاجه اكيد 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 في هيكون في مقاومه، ده شيء طبيعي جدا، واكيد هيكون في معوقات في الاول في عمليه النقل وفي عمليه التحريك نفسه بتاع الهيئه نفسها، وان هي ازاي تتحول لهيئه اقتصاديه، وازاي هي المساله مش مساله ان احنا بنغير يافطه، مش ان احنا بنحولها من هيئه اكاديميه لهيئه اقتصاديه، لكن احنا عايزين نموذج اداره يكون اداره رشيده. انا النهارده عندي الهيئه حاليا بالشكل ده، في الثلاث سنين اللي فاتوا ايراداتها قلت النص من 2.8 ل 1.5 مليار، انت فاهماني؟ فبالتالي ده نموذج قاتل، ده حاجه ماساه، لان ده اهدار لثروات بتاعه الناس، واهدار لفرص مهوله جدا، في نفس الوقت ان احنا مش لوحدنا في العالم. هيئه بتدير ثرواتك هي خسرانه. وفي نفس الوقت احنا مش لوحدنا في العالم. احنا في عندنا دول تانية بتشتغل عشان تنافس وتقدر تجذب استثمارات وتقدر تخش في شركات. بقول لحضرتك على حاجه، واحد من النماذج مثلا اللي بتعمل في بعض الدول ان هو بيروح بيشتري عشان يطمن المستثمر، يقول له والله انت عندك الشركه مثلا بتعدين المعدن اي معدن، تمام انا هشتري منك حصه في الشركه بتاعتك، خلاص فانا كده امنتك، وتعالى يا سيدي استثمر عندي وانا هديك المعلومات والداتا والبيانات، وخش ابدا انتج، واحنا مع بعض هاخد انا منك الرويالتي او الاتاوه بتاعتي او الرسوم بتاعتي. أيوة. وداخلين مع بعض نكسب بالنص، فده نموذج. طب ازاي ده نقدر نعمله واحنا عندنا هيئه بالشكل ده بالوضع ده بتخسر بالشكل ده؟ فبالتالي المساله ان احنا بنحول لنموذج مختلف في مساله الاداره بتاعه هذه الهيئه. الدستور المصري كان حريص جدا على الموضوع ده، احنا عندنا الماده 32 من الدستور بتاكد على حق الاجيال في هذه الثروات. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، يمكن الوضع الدستور تشدد في المسألة دي مثلا، لأنه بيقول أن الاتفاقات بتاعة التعدين لازم تصدر بقانون من مجلس النواب. ده نموذج مش موجود في دول كتيرة في العالم بالمناسبة، بس ده راجع ليه؟ للحرص الشديد على الثروات الوطنية. فبالتالي إذا احنا في عندنا ده وعندنا الإمكانيات اللي موجودة
إشكاليتنا في إن إحنا في عندنا خلل إداري معين خلينا نحل. واجب علينا المسألة مش مجرد اسم. المسألة إن إحنا عايزين في عندنا الفرص اللي موجودة اللي عندنا المتاحة إن إحنا نقدر نخش نقدر ننافس مع دول كتيرة جدا ونطلق الطاقة الكاملة. سؤال أخير، من المنتظر إمتى إن شاء الله يعني في دور العقاد ده ولا إيه؟ أعتقد مع الأوضاع الاقتصادية والتحديات اللي بتواجه الدولة المصرية اللي إحنا فيها، وشوفنا حتى يعني دعوة السيد الرئيس وحرصه بعودة الحوار الوطني وخاصة المحور الاقتصادي، احنا بحاجة ملحة الى تحركات سريعة في الملف الاقتصادي، وان احنا بحاجة ملحة لإيجاد حلول ان احنا نزود التصنيع، وبالتالي اعتقد ان مشروع القانون ان شاء الله في المجلس يعني خلال دور العقاد الرابع اللي احنا فيه ده وفي جلسات قريبة جدا هيظهر للنور، لان احنا خلاص يعني حطينا كل الدراسات فيه، حطينا كل كنواب تنسيقية، كل الحلول فيه قدام المجلس، والمجلس خد خطوات فيه، واعتقد الحكومة كمان وافقت معانا، فان شاء الله يصدر في دور العقاد ده ويكون ليه تأثير كمان على الموازنة العامة للدولة والناتج المحلي الإجمالي، ودي أقل حاجة نقدمها كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للدولة المصرية. سيادة النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، سيادة النائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ طبعا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شرفتونا ونورتونا، شكرا جزيلا لحضراتكم، وإحنا بدورنا أكيد يعني هتفضل عينينا على المجلس وعلى أعماله، ومنتظرين طبعا القانون يخرج للنور ونتابع مع حضراتكم. بشكر حضراتكم. بعد الفاصل نحتفل مع حضراتكم ونحتفل بالمنتخب الوطني لكرة اليد اللي من دقائق خد البطولة التاسعة الإفريقية، كأس الأمم الإفريقية من نصيب المنتخب المصري لكرة اليد، وتأهل طبعا لأولمبياد باريس. كابتن أحمد العطار نجم منتخب اليد سابقا هيشرفنا في الحياة اليوم بعد الفاصل. استمرارا لاهتمامها الكبير بالأشخاص ذوي الهمم وتنفيذ الاستراتيجية الدولة بتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، شاركت وزارة الداخلية القادرون باختلاف الاحتفال بعيد الشرطة 72، حيث نظمت زيارة لهم ولذويهم إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط في إطار مبادرة كلنا واحد، زيارة هي الأولى للبعض منهم، لكنها أدخلت البهجة في نفوسهم ليس بهذه الزيارة فقط، ولكن لهذا الاهتمام بهم الذي لمسوه من الوزارة. مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وليها. رحنا أول مرة بتزور المتحف وفرحانة جدا ومبسوطة بالأجواء اللي احنا فيها ديت. أنا أول مرة أشوف مناظر زي دي، وسيادة الضباط مهتمين بينا اهتمام كبير جدا. لولا السيسي ولولا دعمه للولاد ده ما كناش هنقدر نوصل لمكانة دي واللي هم فيه دلوقتي. بقى فيه اهتمام جامد بيهم وبيوروهم بيودوهم رحلات لأماكن عمرهم ما شافوها، بيدولهم دعم نفسي وبيدولهم هدايا. مبسوطة قوي إن أنا جيت المتحف وشفت أصحابي، وأشكر الضباط جدا اللي هم ورونا البومية والحاجات دي وأنا قريتها، وكان جميل. نشكر الرئيس السيسي على الاهتمام بالأولاد ذوي الهمم بجد، يعني هو ظهرهم ومجتمع كله بقى شايفهم. احنا بنبقى متشكرين لحضرتك السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يخليك لينا يا رب. اجمل حاجة اقولها بلدي التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم وينحن لها احترام، بلدي اللي مهما اقول عليها ومهما احكي 100 سنة صعب اوصفها بكلام. تعرف القادرون باختلاف على مقتنيات المتحف التاريخية المعروضة وفقا لأحداث نظم العرض المتحفي مع مشاهدة عرض مسرحي تاريخي. فليشهد الإله عرش مصر طاق ولم تلوثه قطر الدماء، ودي رسالة لكل الأجيال في المحبة والسلام. الحفلة دي برضو بتبسطنا قوي وبتخلي الناس كلها تتصور معانا،
وانا مبسوطه وان انا فوزتك مبسوطه وجينا المتحف هنا انا بسطت معاهم وصورنا مع الضباط. احنا مبسوطين جدا بالرايس بيقدمه لكل اولادنا وهو اللي خلى اولادنا كلهم يعني بقى ليهم مكانه في الدوله يعني. شكرا لك يا رايس، شكرا على كل حاجه اللي انت بتعملها معانا، ويا تحيا مصر. انتقلت وزارة الداخلية باحتفالاتها بالقادرون باختلاف إلى وادي الفروسية المطل على بحيرة عين الحياة بالفسطاط، حيث استمتعوا بعروض متنوعة قدمت لهم وشاهدوا مهارات الفرسان في التقاط الأوتاد ورياضة الكلة. انا بجد بجد مبسوط جدا وسعيد اني فخور اني اللي كل الناس بتهتم بينا. اهتمام واضح في كل مكان، كل مكان بنروح وبيبقى فيه تقدير ليهم كبير قوي. بشكر الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بمبادره كلنا واحد، وبشكر الوزاره الداخليه، وبشكر لكل ضباط الشرطه اللي دعمنا وبيسندنا. طبعا نشكر رئيسنا، ربنا يحفظه يا رب ويجعله سند لمصر ويحفظه ويحفظ بلادنا وشعبنا وجيشنا ويحفظ بلدنا، اللهم امين يا رب العالمين. انا مبسوطه جدا جدا وشكرا على الرحله الجميله دي، لان فعلا انتوا بتدونا طاقه ايجابيه. النهارده يوم جميل ويوم اجمل، مبسوط جدا. رئيس عبد الفتاح السيسي يعني عمل مبادرة جامدة جدا بأن هو اهتم بيهم وخلى الدولة كلها تهتم بيهم وخصوصا الشرطة. فرحانة بزيارة هنا، مبسوطة أبي أنا وأصحابي برضو. تحيا مصر. كما أتيحت لهم الفرصة لركوب الخيل والاستمتاع بأجواء ترفيهية. أنا سعيد وفرحان وركبت حصان وبشكركم جدا جدا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. تضمنت الاحتفالية أيضا بوادي الفروسية عروضا لكلاب الأمن والحراسة. وامتدت الاحتفالات إلى منتجع عين الحياة على بحيرة عين الحياة بالفسطاط التابع لوزارة الداخلية، حيث نظمت لهم الوزارة احتفالية غنائية شهدت تفاعلا من القادرون باختلاف مع العروض المتنوعة المقدمة لهم، حيث أثنوا على ما تقدمه وزارة الداخلية وعلى هذه الاحتفالية المتنوعة. الحفلة النهاردة كانت جميلة جدا جدا، ويوم ترفيه للولاد انبسطنا فيه جدا، أولياء الأمور والأولاد، ركوب الخيل والفروسية وعروض جميلة عملوها لنا وحاجات جميلة جدا، يوم فعلا ترفيه جميل جدا. شكرا وزارة الداخلية، شكرا رئيسنا الجميل المحترم عبد الفتاح السيسي. نشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بأولادنا، وربنا يبارك فيه ويسدد خطاه باذن الله. شوفي امبارح بحبك قوي قوي. مش ابطال وصوت تجبل في الصخر نفوت ونهد الاعادي. وشهدت الاحتفالية توزيع هدايا عينية على القادرون باختلاف، لتؤكد احتفالات وزارة الداخلية بالقادرون باختلاف عن مدى الاهتمام الذي توليه الوزارة لهم وحجم الدعم والمساندة المستمرة لهذه الفئة على مدار العام، والتي تتوافق مع توجه الدولة نحو دعمهم وتقديم الرعاية لهم. ما
بنرحب بحضراتكم معانا مرة تانية، وألف ألف مبروك لمنتخبنا الوطني لكرة اليد اللي شرفنا وفرحنا وجبر بخاطرنا وحصل على البطولة الرقم 9 في تاريخه، طبعا المليان والحافل بالبطولات، وإن شاء الله دايما أكتر يا رب، بطولة كأس الأمم الأفريقية، وبالتالي هو كده مؤهل للأولمبياد باريس 2024. أداء متوقع، وإحنا دايما بنشوف منتخبنا لكرة اليد رجالة وبيبذلوا أقصى ما عندهم، وربنا ما بيضيعش أجر حد، يعني تعب الحقيقة، تعبهم كان واضح، وبالتالي كان الفوز المستحق، وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليهم بعد انتهاء الماتش على طول، وأشاد بالأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب، وطبعا تحت القيادة المتميزة للجهاز الفني، وأصبح منتخب مصر لكرة اليد زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي هو نموذج للنجاح والبقاء على القمة، على قمة عظماء اللعبة لسنوات عديدة. وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن طبعا خالص أمنياته لكرة اليد ولل يعني الأندية وجميع الأندية والألعاب المصرية بالتفوق إن شاء الله. مشرفنا في الحياة اليوم، دايما حديثنا بيكون على خلفية إنجازات وبطولات زي النهاردة كده، كابتن أحمد العطار نجم منتخب مصر كرة اليد، أهلا وسهلا بك يا كابتن أحمد، وألف مبروك يا فندم. الله يبارك فيك يا مدام لبنى، ويمكن زي السنة اللي فاتت طبعا نفس الميعاد وخدنا برضو البطولة، وأنا طبعا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا رغم مشاغله ومصر والتحديات اللي موجودة، إن هو مهتم بأولاده لعبة كرة اليد ولعبة كرة القدم ومتابع كل حاجة، ده وسام على صدر الرياضة المصرية، بنشكره وإن شاء الله بنوعده إن دايما كرة اليد إن شاء الله في المحافل الدولية تشرف مصر. لا، ورئيس الوزراء كمان النهاردة كلمنا عنه شوية بقى في طبعًا المباراة. دكتور مصطفى طبعا هو لاعب كرة يد، ويمكن تشرفت إن لعبت معاه في ناشئين نادي الزمالك في فترة الثمانينات، هو كان لاعب أشول بيلعب بإيديه اليسرى زي كده محمد سند بنفس المكان، وطبعا النهارده وجوده يمكن كان بيشجع المنتخب وكان يعني متحمس حتى جدا وحتى في الفترات يمكن في بداية الشوط الثاني كده المنتخب كان يعني ايه عنده هدوء كده في الأداء، ويمكن تفوق المنتخب الجزائري في حوالي 10 دقائق كده ابتدى يرجع في اللقاء، بان برضه الانفعال وكده هي قصتها معانا بس الجزائر طلعتها وفي مفاجاه يعني بصراحه الجزائر عملوا لقاء اول امس طبعا يعني عملوا لقاء يعني كسروا في كل التوقعات. هم بقى جامدين يعني في كره اليد كام دلوقتي، هم كانوا مفاجاه في كره القدم، محدش كان يعرف عنهم حاجه، هم محترفين في اوروبا يعني هم فجأة يمكن الناس مفكروا ان هم طلعوا من يوم وليلة، لا ده لعيبة بقى لها فترة كبيرة جدا بتلعب في الدوريات الأوروبية، وبعد كده لما نضجوا ولما خدوا ال 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 طلعوا لنا احنا بقى طلعوا بقى جم يلعبوا في افريقيا فطبعا انما هم طبعا يعني بيقووا يعني خلينا نقول بيقووا المسابقة يعني برضه في فرق في افريقيا بعيدة جدا، المنافسة والاحتكاك ده بيدي يعني برضو قوة للبطولة عكس لما يبقى ما فيش إلا فرقة واحدة والناس كمان بتمل يعني يقولوا كده كده المنافسة ما بين مصر وتونس. لا، نجاح كابتن أحمد العطار اللي انت شفتها في مسيرة المنتخب في البطولة دي، سواء بنتكلم على اللاعبين ونقاط القوة اللي موجودة عندهم أو نجوم اللعبة شايفهم إزاي، الجهاز الفني كمان وأداؤه، فين مواطن القوة؟ طبعا اولا الاتحاد يعني طبعا بنهني اتحاد كرة اليد لان الاتحاد بصراحة يعني عامل شغل كويس جدا، والشغل ده مش معمول مثلا بين يوم وليلة، لا ده في اعداد وفي بلان محطوط، لا لازم شغل يتبني عليه سنين بالظبط كده، حتى يمكن ايمن صلاح كان هو المسؤول الفرق القومية كان يمكن قعد سنة تقريبا وكان حاطط بلان الاعداد، وحتى لما اتغير جه الكابتن عاصم السعداني كمل على البلان اللي موجود، فالنهارده في منظومه، وده اللي احنا بنشيد بيه ان اتحاد اليد بيمشي بمنظومه وبيمشي بسكادوال كده بيعلي المستوى. عندنا كمان باستور المدرب اللي طبعا كان واخد بطوله العالم الاسباني، اللي واخد بطوله العالم 2005 مع المنتخب الاسباني، مدرب يعني منظم جدا بيهتم بكل تفصيله صغيره، اداؤه حتى في الماتشات بنشوفه في الماتشات
الضعيفة زي الماتشات القوية، موجود على الخط بيتابع كل حاجة بنفسه. عنده محللين أداء طبعا، واحد أسباني وواحد فده مصري. فده طبعا كده مكمل معانا. هو عقده سنة مكمل لغاية الأولمبياد. إن شاء الله بإذن الله نعمل حاجة في الأولمبياد ويكمل، لأن هو بصراحة حتى الطابع بتاعه يعني مش اللي هو الطابع الهادي اللي هو تلاقيه اوبي هادي وكده، لا لا لا، احنا عايزين يعني دمه حامي، الشده دي بالظبط كده، فحاجه كويسه قوي. طيب بصراحه عامل شغل كويس، نجم البطوله. بصي كلهم نجوم يعني. يعني اقول لك طبعا يحيى خالد ويحيى الدوع. هو يحيى خالد خد فعلا لقب احسن لاعب وافضل لاعب في البطوله، وطبعا بطوله افريقيا لازم هيبقى عندنا، ومحمد سند، وعندنا محمد علي ادى ربع ساعه في الشوط الثاني يعني تفوق على نفسه، كريم هنداوي شايل الشوط الاولاني ونص الشوط الثاني، الدفاع كمان المصري، علي زين، كلهم نجوم يعني بصراحه. النهارده خط امامي خط خلفي يعني عملوا كل حاجه في الهاندبول، عملوا كرات استعراضيه وعملوا كل حاجه. بطوله جديده تضاف لارقام البطولات الخاصه بمنتخب كره اليد، بس اللي جاي اصعب طبعا. ولو كلمه اخيره من حضرتك بقى، نحضر ونشتغل ازاي للاولمبياد؟ ده اللي بيأهلك، الخطوه اللي بتأهلك للاولمبياد. احنا النهارده الاولمبياد بقى ان شاء الله، احنا خدنا رابع الاولمبياد السابقه، ان شاء الله باذن الله جايبين مدرب على اعلى مستوى. نتمنى ان شاء الله كان حظنا مع الدنمارك بطل العالم المره اللي فاتت، وهي الدنمارك اللي هتبقى موجوده، وهي اللي يعني بتتربع على يعني. لازم بصي عشان توصلي وعشان تاخدي ميدالية لازم هتقابلي اسبانيا وهتقابلي الفرق الكبيره وهتقابلي المانيا وهتقابلي السويد. طب انا العب بنفس الاداء والطريقه دي اللي اكمل بيها، ولا تنصح بحاجه تانية مختلفه وتكتيكات او اسلوب لعب مع بقى الفرق الاوروبيه؟ هو بصي طبعا احنا بنلعب بالطريقه الاسبانيه الدفاعيه والهجوميه يعني قويه جدا، وعندنا مدرب على اعلى مستوى. النهارده اللي بيقيس الموضوع ده فتره اعدادك، اللعيبه اللي جاهزه، اللعيبه اللي كانت مصابه ترجع. عندنا 2-3 لعيبه مصابين، عندنا 3 مميزين جدا، حميد جون النادي الاهلي، عندنا احمد هشام في مونبيليه، عندنا قداح في كيلسي، 3 دول لو رجعوا هيدوا قوه على المجموعه اللي موجوده. فاعتقد احنا عندنا القماشه حلوه، عندنا بدائل كويسه، عندنا في كل مركز 2 و3 لعيبه. ان شاء الله اعداد كويس، توفيق في البطولات، تدخل البطولة في مستوى معين عالي، إن شاء الله تقدر توصلي، ونقدر إن شاء الله بإذن الله ناخد ميدالية بإذن الله. إن شاء الله بتكمل فرحتنا إن شاء الله بإذن الله. وألف مبروك مرة تانية لمنتخبنا لكرة اليد والمصر كلها. لازم نبقى شايفين اللي بيشتغل وبيأدي وبيدي اللي عنده كله، وحابب بلده وحابب الاسم المنتخب اللي بيلعب بيه. انت بتلعب مش بنادي كذا ولا كذا، لكن ده منتخب مصر. فكل التحيه لمنتخب مصر لكره اليد على هذا الفوز وهذه البطوله، وان شاء الله يعني نشوف ده في المنظومه بشكل عام. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا مره ثانيه كابتن احمد العطار، طبعا نجم منتخب مصر لكره اليد، وبشكر حضراتكم ونشوفكم بكره ان شاء الله على كل خير. يلا